متكلين انه على طول بقول انه في عنا مؤسسة رينا معوض، في شباب اللي بيجوا لعنا من الجنوب عم بيقدموا لنا كتير كتير معلومات، عم بيقدموا مساعدات عينية نصوب والى اخره، بيعلمونا كيف بدنا نحط السماد باي طريقة، قديش بدنا نسقي، ردنا نطعم صنف مثلا في ناس بيعرفوا بيشتغلوا فيه، يعني بيساعدونا بشكل كتير منيح، مش مساعدة كيف ما كان هيك.